محمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله ورعاهما. معربا سمو حفظه الله عند لقائه بمقر إقامته بواشنطن بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية عن الاعتزاز بالدور الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في تأكيد قيم السلام والعدالة والحق. كما نوه سموه بالجهود الحثيثة التي والي بذلها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تأكيد دور الاقتصاد والتنمية من خلال تبني الرؤى والمبادرات الرامية إلى تحقيق التطلعات المنشودة وتعزيز مكانة المملكة الشقيقة وريادتها. وخلال اللقاء استعرض سموه مع سمو الأمير خالد بن سلمان الدور الذي تطلع به كل من البلدين الشقيقين وجهدهما نحو تعزيز الدور الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب والتدخلات في الشأن الداخلي وتمرير أجندات الفوضى والدمار واستثمار علاقاتهما في دعم سبل الاستقرار والتنمية بالتعاون الوثيق مع الدول المحبة للسلام. كما جرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية. من جانبه عرب سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن سروره بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء مشيدا بزيارة الناجحة لسموه للولايات المتحدة الأمريكية.